السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوان الكرام في حلقة جديدة ودائما على قناتكم شروحات للمعلومات. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة إخفاء أصدقائك على الفيسبوك من خلال الموبايل. شرحنا الطريقة على الحاسوب، وكذلك شرحنا كيف نقوم بإنشاء حساب على الهاتف، وكذلك شرحنا طريقة إنشاء حساب على الحاسوب، كذلك شرحنا مجموعة من التفاصيل المتعلقة بالفيسبوك عامة. كيف سوف نقوم بهذه الخطوة؟ فتابعوا مع الطريقة بالتفصيل الكامل. أول شيء سوف تقوم به تقوم بالدخول إلى حسابك على الفيسبوك، بعد ذلك تذهب مباشرة إلى ملفك الشخصي على هذا الشكل، بعد ذلك سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل. سوف تجد هنا الأصدقاء تنقل عليه بهذا الشكل، بعد ذلك سوف تلاحظ الأصدقاء الذي تتوفر مع حساب الفيسبوك. هذه بالنسبة للحاسوب، يمكنك أن تقوم بالتعديل من خلال الدخول إلى قائمة الأصدقاء. أما في كما قلنا على الهاتف، فيجب عليك أن تتوجه إلى الإعدادات، فتابعوا ما الطريقة. لذلك قلت لكم فيجب عليكم أن تقوموا باتباع خطواتي خطوة بخطوة حتى تقومون بإخفاء قائمة الأصدقاء الخاصين بكم. تذهب إلى هذه الأشرطة الثلاث المتواجدة في الأعلى، تختار إعدادك بهذا الشكل، وبعد ذلك سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل حتى تجد الجمهور وإمكانية الظهور. تختار طريقة العثور الأشخاص عليك والتواصل معك، ننقل عليه بهذا الشكل. بعد ذلك سوف تظهر لك هنا قائمة لمجموعة من الإعدادات. في البداية هناك من الذي يمكن إرسال طلب صداقة إليك، يعني من الأشخاص الذين يمكنهم أن يقوموا بإرسال طلب صداقة لك. إن كنت تريد أن الكل أن يرسل لك طلب الصداقة فيمكنك أن تختار الكل. إذا كنت لا تريد أي شخص أن يقوم بإرسال لك طلب صداقة يمكنك أن تقوم بإلغاء الأمر. هنا من الذي يمكنه الاطلاع على قائمة الأصدقاء؟ هذا هو الموضوع الذي يهمنا في هذه الحلقة. فبالنسبة لنا قد قمت باختيار الكل، سوف أتركه عامة. هنا من الذي يمكنه رؤية قائمة أصدقائك؟ للعلم فقط، يرجو العلم أن أصدقائك يستطيعون التحكم في من يمكنه رؤية صداقتهم على يومياتهم. إذا كان بإمكان أشخاص رؤية صداقتك على يوميات أخرى، فسيتمكنون من رؤية في آخر أخبار ونتائج البحث وأماكن أخرى على الفيسبوك. في حال تعيين هذا الإعداد إلى أنا فقط، لن يستطيع أي شخص أن يقوم بالإطلاع على قائمة الأصدقاء الكاملة على يوميتك. يعني بهذا المعنى، فإذا قمت باختيار عدم مشاهدة أي شخص لأصدقائك على الفيسبوك، فلن يستطيع أي شخص أن يقوم بمشاهدة الأصدقاء الخاصين بك. يعني هنا إخواني الكرام، فنحن كما قلنا في بداية الحلقة نريد أن نقوم بإخفاء قائمة الأصدقاء. فعلى سبيل المثال، إذا جئنا إلى هنا سوف نجد هنا هذه القائمة، سوف تجد هنا هذه القائمة، هنا عامة، كذلك الأصدقاء باستثناء، هنا أصدقاء محدودون. هنا بالنسبة للأصدقاء، يعني يمكنك أن تقوم بالتعليم على هذه فقط بعض الأصدقاء ومن سوف يشاهدون قائمة الأصدقاء. أما بالنسبة للاختيار الثالث وهو الأصدقاء باستثناء، يعني تريد أن بعض الأصدقاء يقوموا بمشاهدة البروفايل أو الملف أو أصدقاء خاص بك، ما عدا مثلا شخص معين أو شخصان أو ثلاثة، أنت تقوم بتحديد هؤلاء الأشخاص. هنا كذلك أصدقاء محدودون، يعني أنت تقوم بتحديد الأشخاص الذين سوف يشاهدون قائمة الأصدقاء الخاصين بك. أما كما قلنا فيما الشيء الذي يهمنا في هذه الحلقة، وهو على الخيار الأخير المتواجد في الأسفل الذي هو أنا فقط، ننقل عليه بهذا الشكل، نقوم بالتعليم عليه بهذا الشكل كما تلاحظون معي هنا. فهنا لن يستطيع أي شخص مشاهدة قائمة الأصدقاء الخاصين بنا، فقط كما قلت أنت فقط. على سبيل المثال هنا إذا لاحظتم معي، فقد قمنا بقفل قائمة الأصدقاء. فإذا قمنا بالتوجه إلى فيسبوك آخر على سبيل المثال، سوف أقوم بالذهاب إلى فيسبوك آخر على سبيل المثال هنا، على سبيل المثال هنا سوف ننقل على أصدقاء، سوف نجدها لا تفتح معنا كما تلاحظون معي، فقد قام بإخفاء قائمة الأصدقاء إذا لاحظتم معي هنا. إذا قمنا بالعودة مرة أخرى وقمنا
كما قلنا إلى هنا أكون قد قمنا بإخفاء قائمة الأصدقاء الخاصين بنا على حساب الفيسبوك. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقل على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة. إلى حلقات قادمة بحول الله.